اهلا بيك يا جماعه في فيديو جديد. كنت داخل اجيب سي فور الحقيقه عشان يلحق يلطشني قبل التمرين، لسه مخلصين كارديو بس ما لقيتش، قلت بقى ما بديهاش اجيب واحد كارميل ماكياتو وابتدي اليوم صح. احلى من السي فور، حاجه ما ينفعش ننكرها. المهم موضوع النهارده بفكر فيه بقالي فتره، واللي هو ايه اللي مخلي معظم شباب الجيل ده، الجيل الصغير اللي لسه طالع ده، تراي، مش ناشفين، مش الفا وحوش، ضعاف، غلابة فكريا وبالتالي غلابة في كل حاجة، مشاكلهم كتير ومش عارفين يسيطروا على حياتهم. هقولك على كذا سبب للحوار ده وركز معايا عشان ممكن يبقى في سبب منهم انت تكون بتعمله لحد دلوقتي ومبوظ حياتك. تعال نشوف الحوار ده. نخش في الموضوع على طول. اول سبب مخليك انت ومعظم شباب الجيل اليومين دول ضعاف هنا انكم تعودتوا على الدفاع نسيتوا الهجوم. هتقولي حلوة يا مكاوي، يعني ايه بقى؟ هقولك طول حياتك انت متعود انك تبقى مفعول به، ببساطة كده مستني الحياة تحصل لك بدل ما انت اللي تقوم تعمل حاجة وتغير حياتك، مستني الدنيا هي اللي تحصل. كل عيشتك ردود افعال مش افعال، مستني المعجزات كلها تحصل لك وانت قاعد ما بتعملش اي حاجة. انا طول عمري مصدق ان المعجزات ممكن تحصل، عادي جدا، مفيش حاجة اسمها مستحيل، انا حياتي مثال حي على الموضوع ده، بس عمري ما صدقت ان انا مفروض استنى المعجزات دي تحصل، عمري ما استنيت اي حاجة تحصل لي. انا اللي دايما سعيت وبسعى، دايما عافرت وبعافر واشتغلت وبشتغل ان انا اوصل لكل حاجة انا عايزها. حلو، هتقولي طب نعمل ايه يا مكاوي بقى عشان نهاجم ونبطل حوار الدفاع ده؟ انا دايما تريكة عندي كده بعملها لما احس ان انا مكسل وقاعد بدافع وقاعد ارتحت بزياده، تريكة كده دايما بتحركني وبتشجعني وبتخليني اقوم ابطل كسل وابتدي شغل. تريكة مبنيه على مبدا خوف الانسان من الخساره. يعني ايه؟ تعال اديك مثال عشان اوضحها لك. انا مثلا مشترك في جيم رخيص وما بروحش، اروح بمزاجي كده اشترك في جيم تاني اغلى سنه، فالفلوس تحرقني فاسترجل وانزل اتمرن. وده بالفعل حصل معايا، انا ما كنتش بتمرن بانتظام خالص لما كنت مشترك في جيم تحت السلم، ابتديت استرجل في التمرين بس وانزل كل يوم لما اشتركت في جيم غالي وزنقت نفسي. ما كنتش عايز اخسر الفلوس دي، والخوف من الخساره ده شجعني ان انا اشتغل واسترجل. نفس الكلام في الهدوم، استغلى فيها شويه واشتري لبس اغلى شويه، فهتبقى فعلا مهتم انك تلبسها وتنزل بيها وتتشاف بيها، مهتم ان يبقى شكلك حلو. حتى موضوع ان انا سافرت وغيرت البلد دي كلها، لا، حطيت نفسي في موقف صعب، موقف جديد، موقف انا مش متعود عليه عشان كنت مرتاح زياده في مصر، فقلت بقى لازم اشقلب الدنيا واغير البلد وابتدي من الزيرو تاني عشان ارجع تاني في موقف صعب، ارجع تاني في حته مش مريحه، ارجع تاني اشتغل على نفسي واعلى. وبصراحه كده ما انكرش ان من اكتر القنوات اللي فادتني في الموضوع ده، اكتر القنوات اللي شجعتني اخد خطوه زي دي، هي قناه اسامه. قناه اسامه من اكتر القنوات اللي فعلا شفتها مليانه معلومات عن السفر، مليانه معلومات عن الاماكن اللي تتراح وممكن تعمل فيها ايه. فيديوهات اسامه وريتني انا فعلا فايتني ايه، ووريتني انا ممكن اعمل ايه في اي حته تانية، ووريتني قد ايه احنا بعيد قوي عن باقي العالم وان احنا فايتانا دنيا حرفيا. فيديوهات اسامه شجعتني جدا ان انا لازم اتحرك واواكب الدنيا واشوف فايتني ايه، اعرف الدنيا فعلا بره ماشيه ازاي. اسامه كان سبب من اكبر الاسباب ان انا فعلا غيرت البلد واتحركت لحته جديده. ومش بس كده، لا، ازاي كمان لما اروح حته جديده اعرف ابتدي منين واعمل ايه بالظبط. لو انت مهتم بمواضيع السفر دي وعايز تعرف اكتر عن البلاد اللي انت نفسك تروحها وتروحها ازاي وتتشجع وتعرف ايه الخطوات بالظبط وتتفرج على فيديوهات كده تحس انها سينما مش فيديوهات يوتيوب، انصحك جدا تعمل اشتراك في قناه اسامه، هسيب لك اللينك فوق في الاي وتحت الديسكربشن في اول كومنت برده، ما ينفعش ابدا تفوت الفيديوهات دي، هتستفاد جدا جدا. عايزكم تغرقوا لي كومنتات الفيديوهات كلها عنده، جيش مكاوي هنا، دي اقل حاجه اقدر اعملها له بعد كل المعلومات اللي فادني بيها وبعد كل المعلومات اللي هيفيدك بيها. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. 'Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never
never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. فرامنا حديد، تمرينه رايقه والفورم برضه رايقه اليومين دول، مش هنكر. المهم هنيجي هنا لتاني سبب مخلي معظم الشباب اليومين دول غلابه فكريا طراي، وهو ببساطه مش معودين نفسهم على قله الملذات. مرتاحين بزياده من الاخر، مش متعودين يعودوا نفسهم على قله الراحه، ودي كانت من اهم المبادئ عند قدوه من اهم قدواتي وهو ماركوس اوريليوس. لما كان بيشوف اي حاجه صعبه عليه مش مريحه خالص بالنسبه له، مقرفه حرفيا، بيروح يعملها عشان السبب ده بس، عشان بس يكون عملها وتعود عليها مش اكتر. انا عملت زيه وانت لازم تعمل زيه، تعود نفسك دايما على قله الراحه بمزاجك. طب ازاي ممكن تعمل كده في العصر بتاعنا بتاع دلوقتي ده؟ كل حاجه مريحه حرفيا، ازاي تعود نفسك على قله الراحه؟ ابسط حاجه تعملها كل يوم تخرج بيها نفسك من الكومفورت زون وهي الدش الساقع. متعود كل يوم مثلا تروح الشغل بالعربيه، روح مره مواصلات، لو الشغل قريب روح مره ماشي. لازم تقرر بمزاجك انك تحط نفسك في حته انت مش متعود عليها، حته رخمه تصعب الموضوع عليك بمزاجك، محدش يقول لك، بكامل ارادتك. مديرك في الشغل قرفك ودايما بيطلب طلبات ملهاش اي علاقه بشغلك، وانت مش عايز تزعله وعمال ساكت 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 وبتنفذ الشغل اللي هو مش شغلك، ومأجل الكونفرزيشن الرخمه دي الى ما لا نهايه كده. جه الوقت انك تتكلم فيها وتخرج بره الكومفورت زون بتاعك، تحط نفسك في الكونفرزيشن الرخمه دي، تعرف مديرك انك شغال بحدود. نفس الكلام لو انت شغال بزياده وبت اوفر ديليفر وساكت على الترقيه او ساكت على المرتب الزياده، ومأجل كلام في الموضوع ده عشان الموضوع مش مريح مع المدير بتاعك، برده لازم تتكلم، ده حقك. اخرج من الحته المريحه وخش الحته اللي مش مريحه عشان هي اللي هتجيب لك نتائج، ومديرك صدقني هيحترمك اكتر لما يلاقي عندك حدود، مش اي حاجه تاخدك وتوديك، مش كل ما يدوس عليك يلاقيك بتيجي معاه. دايما عود نفسك تخش في الحتت اللي مش مريحه عشان الحتت دي هي اللي بتجيب نتائج، وبمزاجك. كفايه تاجيل، كفايه ضياع وقت. الناس المرتاحين دايما والحياه حلوه دي مفيش مشاكل، بس لما الحياه تقلب مره واحده وده الطبيعي بتلاقيهم اتخضوا، خافوا، عطلوا حياتهم، جالهم اكتئاب، زعلوا. انما الناس اللي زينا اللي متعودين على قله الراحه بمزاجهم في الايام المريحه، لما يجي اليوم اللي يحصل فيه قله راحه غصب عنهم هم بيبقوا متعودين اوريدي، فبيخشوش خالص في اكتئاب، بيعرفوا ان الموضوع فتره وهتعدي، محتاج بس شويه شغل 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 وهيخرجوا منه. هيعرفوا ان الموضوع بالكامل تحت سيطرتهم. قله الراحه في الايام المريحه بتمرنك ان لما تيجي قله الراحه في الايام الصعبه تبقى انت مستعد. طبعا احلى حاجه على كوكب بان من بابروتي، انا طالب النهارده بالجبنه وهي نوتيلا. كام من 10؟ 9. انا الطبيعي انا دايما بطلب لوتس، بس اول مره في حياتي اجرب الجبنه، فنقيم مع بعض. 9.5 من 10، اللوتس هو ال 10 من 10. المهم كلنا ملينا الكرش، نرجع لموضوعنا تاني. نيجي هنا لتالت سبب مخلي معظم الغلابه غلابه مش عناتيل، وهو انهم محشورين في دايره السلبيه ورد فعلها المفضل العصبيه والغضب. ببساطه كده من اكتر الاسباب اللي مخلي الغلابه فكريا غلابه اصلا ان هو بيحسوا بمشاعر وعواطف الغلابه، بيتعاملوا باتيتيود واسلوب الغلابه. هتقول لي اللي هو ازاي يعني يا مكاوي؟ هقول لك دايما بتلاقيهم سلبيين، محبطين، متنمرين، بيحبوا يتريقوا على اللي حواليهم، شايفين نقصهم في كل حاجه حواليهم وعمالين يطلعوه على كل حد حواليهم. ودي ببساطه لو فكرت فيها كده هتلاقيها مشاعر ضعف، بيحاولوا يحسوا دايما اللي حواليهم بمشاعر السلبيه اللي هم حاسينها. انا طول عمري بشوف الناس دي حواليا، لما كنت في مدرسه ولما دخلت الجامعه ولما خلصت الجامعه اشتغلت كذا شغلانه كانوا دايما حواليا. وما تتصورش بقى الموضوع اتضاعف ازاي بعد اليوتيوب ما ابتدى. اضعاف الناس المتنمره واللي بتتريق دي جولي كميات مهوله حرفيا. انت نفسك لو نزلت بصيت عندي على الكومنتات تحت هتلاقيهم، اكتر ناس هتلاقيهم حواليك في كل حته النوع ده. للاسف ده واقع في مجتمعنا ولازم نتعامل معاه. طب هتقولي نتعامل معاه ازاي؟ نتعامل مع الناس دي ازاي يا مكاوي؟ هتتعصب وتتضايق وترد رد سلبي وتبقى سلبي زيهم؟ اكيد لا. ما ينفعش ترد بعصبيه وغضب، انت كده هتبقى غلبان زيهم. انا اول ما ابتديت يوتيوب كنت دايما لما الاقي كلمتين وحشين في الكومنتات اخش ارد، وارد بعصبيه ونرفزه، والموضوع يبقى مؤثر في نفسيتي ومؤثر فيا بتاع 3 ايام. بس لما قعدت افكر مع نفسي كده لقيت الموضوع ايه ده، دي مشاعر ضعف، انا المفروض ابقى اقوى من كده، انا باني غلبان زيهم ولا ايه؟
ازاي كلمه عبيطه من واحد غلبان تهزني الهزه دي؟ هنكمل معلش على الموبايل عشان يقولي ما ينفعش تصور بالكاميرا اصلا. اتعلمت مع الوقت اتجاهل وما ابصش. لما ابتديت اعمل كده ابتديت فعلا اعلى واطور من نفسي واركز مع نفسي والديفلوبمنت بتاعي. عرفت فعلا ابقى عنتيل زي ما انا عايز. مش كل واحد غلبان هيعدي يقول لي كومنت يهزني، مش كل واحد غلبان هيعدي يقول كومنت يشقلب يومي. انا حتى دلوقتي لما باخد بالي من كومنت سلبي بيصعب عليا والله، وبخش اتريق عليه اللي هو انكشه اكتر واعصبه اكتر على نفسه. الموضوع بقى مسلي بالنسبه لي. انا عايزك دايما تركز مع نفسك. اللي يديك سلبيه وتنمر وانت مش هتشوفه تاني طنش وتجاهل اكنك ما شفتوش، ولا تتعصب ولا تتضايق ولا يأثر في نفسيه اكنك ما شفتوش. ده اول اوبشن عشان الشخص ده انت مش هتشوفه تاني. بس الاوبشن التاني بقى، لو الشخص ده هتشوفه كتير سواء في المدرسه سواء في الجامعه سواء في الشغل والسخافه زادت، بتشوفه على طول وما ينفعش تسكت ولازم تحطه عند حدوده. كل ما يتريق او يتنمر عليك ما تسكتش، اتريق عليه ورد عليه بهزار وعصبه اكتر. قول له ببساطه رد انا بحبه، انت صعبان عليا قوي والله ان انا حرقك قوي كده، معلش والله انا اسف. هتعصبه اكتر وتقتله اكتر من جوه. عايز اقول لك اي حد سلبي حواليك وبيتريق عليك هو متضايق من نفسه وبيطلع السلبيه دي عليك، فانت لما تبين له الموضوع كده هو فعلا هيحس وهيتضايق من نفسه اكتر. وده دايما احسن رد من غير ما تتعصب ولا تحرق اعصابك ولا تضايق نفسك خالص ولا تحس المشاعر السلبيه دي. هتفضل دايما عنتيل، هتفضل دايما على وضعك. وبس كده يا سيدي اللي كان عندي اقول لك النهارده. لو فيديو فادك او علمك اي حاجه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان ما تفوتكش جديد كل اسبوع. وزي ما بنقول كل حلقه، حط نفسك قبل كل حاجه، انت الاهم، انت الاول، وقبل اي حاجه خليك على وضعك. اشوفكوا الحلقه الجايه. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way.